ولمناقشة أوضاع القطاع الصحي في العراق والتحذيرات الحكومية من انهياره مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا والحرائق المستمرة في المستشفيات، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك ومستمعيكم الكرام ومشاهديكم الطيبين. أخي الكريم، حياكم الله. للأسف يضطر العراقيون لاستبدال أعيادهم باستذكار الضحايا والأحزان كما شاهدنا في التقرير قبل قليل. من الذي تسبب في هذه الفاجعة وهذه المأساة التي شاهدناها قبل قليل؟ وبالمناسبة التقرير الحكومي قال أو اتهم تماسا كهربائيا بأنه المتسبب في ذلك. الواقع السياسي في العراق هو المسبب الأساس لكل مآسي الشعب العراقي، وتشكل وزارة الصحة هي الأكثر فسادا بكل مرافق العراق، بكل المرافق الإدارية في العراق. وإشاعة الحزن وإشاعة اليأس والاكتئاب للشعب العراقي هي من مهمات هذه الأحزاب وهذه السلطة التي أقمعت العراقيين. هم يعملون على إقرار الواقع وفرضه على العراقيين بهذه السوداوية بدافع كراهيتهم وحقدهم على الشعب العراقي. ولو رجعنا قليلا إلى ذكريات وقصص الأسر العراقيين في السجون الإيرانية بعد الحرب العراقية الإيرانية، اليوم الواقع نفسه يعيشه العراقيين في العراق، لأن السلطة الحاكمة هم نفسهم كانوا يمارسون القتل والتعذيب للجيش العراقي، واليوم يمارسوه على الشعب العراقي. هذا هو الواقع وهذه هي المأساة، وهم السبب. هذه الأحزاب القابعة على أرقام العراقيين هي السلطة وهي المتحكمة وهي التي تنشر الحزن. لكن نحن سيد عبد الله اليوم نتحدث عن القطاع الصحي الذي هو الآن في واجهة الأحداث في العراق، وهناك تحذيرات من وزارة الصحة بخصوص خطورة الموقف الوبائي واكتظاظ المستشفيات بمرضى فيروس كورونا وعدم المقدرة وعدم ثقة الناس بأخذ اللقاحات. يضاف إلى ذلك كله الفواجع التي تحصل في هذا القطاع الصحي الذي يعد خط الدفاع الأول عن صحة المواطن العراقي جراء تماس كهربائي وجراء فساد وإهمال واضحين. وزارة الصحة العراقية هي من أسوأ الوزارات في المنطقة، وهي التي تتعمد قتل العراقيين. عام 2005-2006 كان حتى الجثث العراقية للضحايا القتل على الهوية ما لا يستطيع استخراجها أهلهم إلا أن يدفعوا رشا. هذه الوزارة تعمدت قتل العراقيين، وهي أيضا تعيق أي تحسين للظروف الصحية للمواطن العراقي. هذه الوزارة هي مسؤولة مباشرة على قتل العراقيين بكل أصنافهم. هذه الوزارة هي التي تسرق الأموال. اليوم الدولة تصرف 2.5% من الموازنة على هذه الوزارة. هذه لا تكفي سرقات المكتب الاقتصادي لأصحاب الوزارة اللي هم يدعون اليوم بالإصلاح. هذه الوزارة هي التي قتلت العراقيين، وهي تراكمت عليها جميع عوامل الفساد. نعم. والإهمال المتعمد لقتل العراقيين. قلت سيد عبد الله الفساد والإهمال المتعمد، وهذا يحيينا لسؤال آخر. الحوادث والفواجع التي تتكرر بشكل واضح سواء في مستشفى الحسين مؤخرا وما سبقها من حوادث وفواجع، القاسم المشترك كان له هو الإهمال الحكومي، بل كان الإهمال متعمدا أيضا في عدم العمل على ملاحقة أو مساءلة أي مسؤول في هذا القطاع. هو عدم ملاحقة أي مسؤول هو معناته أن إعطاء الفرصة للآخرين لزيادة عمليات القتل الممنهج ضد الشعب العراقي. هذه هي المشكلة. المشكلة أن السلطة في العراق هي التي تساهم بقتل العراقيين، لأنها لم تردع أي حالة من حالات القتل ولا توقف أي حالة من حالات القتل.
السلطة في العراق هي التي تقتل العراقيين عن عمد وبرمجة، وهذا يعني مثبت بكل الوقائع التي حدثت فيها هذه الجرائم في الناصرية وفي بغداد. يعني تقرير المحافظ على سبيل المثال قال أن تماسا كهربائيا هو السبب في هذه الفاجعة، أليس هذا إهمالا؟ يعني حتى لو كان تماس كهربائي، من المسؤول عن صيانة المستشفى والبنية التحتية فيها وفي باقي القطاع الصحي؟ على الرغم من أنه يعني لا يوجد تماس كهربائي بالتحقيق الصحيح، نعم، لكن هذا ادعاء يدينه هو نفسه، يدين نفس المحافظ المسؤول على هذه المنطقة حتى بالواقع الصحي. يعني عليهم أن يهتموا بهذا الأمر، ولكن بالحقيقة هم يتقصدون وضع الأسباب الشكلية، تماس كهربائي، إهمال موظف، وإنما في الحقيقة هو عمل مبرمج لقتل العراقيين بهذه الطريقة. المهم أنه الوزارة هي من أسوأ الوزارات، نعم، في العراق. نعم. طيب ماذا عن يعني عدم ثقة المواطن العراقي بمسألة اللقاحات؟ الآن العراق يواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بكورونا، وهناك دعوات لأخذ اللقاح، لكن الاستجابة ضعيفة جدا، لماذا؟ عامل الثقة ما بين المواطن العراقي والحكومة العراقية بشكل عام والجانب الصحي بشكل خاص معدوم نهائيا، وهذا السبب هو سلوك السلطة ووزارة الصحة مع المواطن العراقي، لأن وزارة الصحة لم تقدم أي شيء لتحسين الظروف الصحية للمواطن العراقي. العراقي لا يثق بها. نحن شخصيا سألنا عدد من الناس بدعوة أنه ندعيهم إلى أخذ اللقاح وضرورة أنه الالتزام بالإرشادات الصحية تجنبا لانتشار الوباء. قالوا لنا بالضبط تعالوا وشاهدوا المكان الذي يتم التوقيع به، الرائحة العفنة تصل إلى باب المستشفى، فكيف يثق المواطن بهذا، بهذا اللقاح؟ إضافة إلى أن المواطن أصلا لا يثق أنه هذا اللقاح هو الصحيح، قد يقول له نوع ويعطوه نوع آخر، أو يشك. حتى المواطن ليس له ثقة بالقطاع الصحي العراقي على الإطلاق، لذلك يحجم عن أخذ اللقاح، والدولة لم تقدم أي شيء للتأكيد. شكرا لك سيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.